حتى القميص ما لحقتش اكوي. الدنيا النهارده هتولع على بركه الله. جزينا رجاله جزينا، توكلنا على الله. الرجاله دي هتقوم بالواجب النهارده، لو انا اتضربت هيدافعوا عني. دافع صح يا رجاله ولا صح ايه؟ صح يا باشا. ايوه كده مره يا رناس. يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكون الزفه وهتشوفوا معايا طول الفيديو الترتيبات بتاعه اليوم النهارده، وانا حريص النهارده ان انا اكون رايق واعصابي هاديه عشان المتوقع ان اليوم هيكون فيه اكشن كتير. مش هطول معاكم الفيديو، ما تنسوش اللايك على الفيديو ده، ويلا بينا علشان نشوف ترتيبات الفيديو. يلا بينا. طبعا رحنا عملنا شعرنا وعملنا المساج الجميل وروقنا اعصابنا، جه دلوقتي ميعاد ان احنا ننزل نروح نتشيك ونحط البرفيوم بتاعنا وناخد نفسنا العميق واحنا بنلبس البدله، لان واحنا بنعمل خطوه زي دي عارفين كويس قوي ايه العواقب اللي هتحصل معانا. من الاخر كده لو قلت لكم ان انا متوقع اي حاجه هتحصل النهارده بجد هبقى انا بكذب عليكم. طب واحد هيجي يقول لي طب يا عم حليم وانت ايه اللي رماك على ده؟ ما كنت تعمل يا عم الزفه بره وتعمل فرحك بره وبلاش الاستفزاز وتروح تجيب البت وعيني عينك توديها عند امل، ما انت عارف مثلا ان هي ممكن ترتكب فيها جنايه ولا حاجه. انا اقول لك، انا بقالي كام فيديو عمال اقول لكم يا جماعه اصبروا هتعرفوا في النهايه ايه اللي احنا بنعمل عشانه الموضوع ده من الاول، صح ولا مش صح؟ اهو بقى جه الوقت اللي انا هقول لكم ليه انا بعمل الموضوع ده من البدايه. يا جماعه اصبروا، الصبر جميل. وطبعا عشان انا معرفكم ان اي فيديو هعمله في العربيه فانا ببقى بعذب نفسي لان الحر فعلا بيكويني. انا هطلع بره العربيه اخد نفسي عشان استعد اليوم زي ده. انا مش عارف ليه كل فيديو بعذب نفسي، والله العظيم بعذب نفسي. اسلام عليك ونستعد ننزل نلبس البدله الجميله. انا متحمس جدا 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 للي هيحصل النهارده، مش يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا ناخد البدله الجميله. تعالي تعالي يعني يا اخواتي، والله مش عارف، اول مره اشوف عروسه مش همها على الفرح بتاعها. بنت بكلمها بقى لها نص ساعة شهادوا بس على الموضوع ده، الزفة وصلت وهي لسه ما وصلتش، هتوقعني في مشاكل مع الناس من بداية اليوم، قايل لها إن اليوم ده مهم جدا وما ينفعش حد فينا يتأخر، لازم نكون حاضرين من بدري، لازم نعمل الزفة دي بدري علشان نلحق نروح لأمل بالنهار، دماغه حاجة بيفضل يعملها، البس أم البدلة علشان إيه؟ أنا خلاص، والله خلاص، جبت آخري منك يا بيلا، طلقك قبل ما أتجوزك. أنا بقول ده. طبعًا مفيش وقت إن أنا أقعد أصور وأنا بلبس. لان الناس للاسف بتوع الزفه وصلوا، يدوب بس الحق اسرح شعري الحق اجهز حتى القميص ما لحقتش اكوي. عايز اقول لكم انا متوتر جدا، خد نفسي شايف بقى بسرعه ايدي بترتعش. سامعين صوت الناس؟ بسم الله بسم الله بسم الله. هنخرج دلوقتي علشان استضيف الناس بتاعه الزفه، والمفاجاه بتاعه الفيديو بتاع النهارده ان احنا هناخد الزفه ونيجي على امول، بمعنى اصح الزفه دي هنوصل لحد امل علشان نعرف رد فعلها ايه. ان شاء الله خير، انا متفائل كل خير، امل هتولع فينا. يا رب انا عارف رد فعل امل هيكون ايه، بس انا بحاول ان يا رب يطلع رد فعلها غير اللي طبعا كلنا هنبقى متوقعينه. نقول بسم الله وسموا الله كده علشان الدنيا النهارده هتولع.
على بركة الله. المفروض النهاردة هنفاجئ أمل ونجيلها لحد البيت، وده طبعا مفاجأة ليا قبل ليها قبل ليكو قبل أي حد. يا رب يستر النهاردة واليوم يعدي على خير، لأن أنا طبعا ما كنتش ناوي خالص إن أنا أجيلها لحد البيت بالزفة، بس طبعا أنا صممت أعمل كده علشان خاطر أوريها رقم واحد الدبلتين، رقم اتنين علشان أفاجئكوا أنتوا علشان أنتوا راينتوا إن الخطوة دي مش هتتم، رقم تلاتة عشان بيلا اللي قالت لي إزاي هتعمل كده من غير ما تكلم بيتكوا. فطبعا هنعمل النهاردة كل اللي محدش متوقعه. الرجاله دي هتقوم بالواجب النهارده، فلو انا اتضربت هيدافعوا عني. هيدافع صح يا رجاله ولا ايه؟ ايوه كده يا ناس. طبعا احنا مستنيين بيلا دلوقتي، لان انا مستغرب ان ازاي الناس بتاعه الزفه وصلت وهي لسه ما وصلتش. ماشي ايزي علشان الناس. حاضر حاضر رجاله، معلش يعني استحملونا عشان اتاخرنا عليكم. دلوقتي هنبدا وندخل عند امل، ربنا يستر يجيب العوائد سليمه. احنا حالا هنبدا الزفه وربنا يستر، وانا اصلا متوتر ومش عاوز ادخل، فعرفوا ان في مجزره هتحصل حالا. جزينا رجاله جزينا، توكلنا على الله. متخيلين يعني ايه جاي بيكي لحد هنا عند امل؟ طيب امل اسف عليه.